ما زلنا مع حضراتكم من محلق الزقازيق بعد التطوير. لنا لقاء مع المهندس سعيد سعد إبراهيم المشرف على تطوير المحالق. أهلا بحضرتك وصباح الخير. الحقيقة اللي احنا شايفينه حاجة تدعو للفخر، بس عايزين نتعرف ايه اللي كان بيحصل قبل كده، يعني سواء بقى من ساعة احنا من أقدم الناس تقريبا على الأرض كلها، عرفنا موضوع الغزل والنسيج بالتأكيد من أيام الفراعنة. ايه اللي كان بيحصل قبل كده وماذا ما بعد مرحلة التطوير؟ حضرتك الفترة الماضية كلها في تقريب من بداية زراعة القطن في مصر وكنا طبعا مشهورين بالقطن طويل التيلة، وكانت منظومة واحدة اللي هي بتشتغل عليها الحليب اللي هي ايه بقى؟ اللي هي نظام الرول جين. رول جين بمعنى؟ بمعنى ان هو الحليج الاسطواني، هو ده حليج اسطواني ايضا الروتوبار جين، ولكن مطور ومعدل، بمعنى ان المكنة عندي كفائتها تعادل 12 مكنة من الماكينات القديمة. احنا عندنا طبعا دلوقتي بندور بداية ما القطن يدخل عندي لغاية مثلا بتخزن في الشيوان، بعد كده لما ابدأ اعمل عملية سحب للقطن احطه في المخازن عندي في انا طالما القطن تم سحبه من المخازن لبداية مرحلة الحليج عندي هنا لغاية ما بتطلع بالة مفيش تلامس بينه وبين القطن، ولأن كانت المشكلة عندنا مفيش هي شغل يدوي طوال هذه المرحلة، كل أوتوماتيك مفيش تلامس بينه وبين القطن حتى، يعني العامل ما بيمسكش القطن بإيده. عظيم. كان المشكلة في المنظومة القديمة إن كان التلوث طبعا، وكان في نسبة غازات وتلوث وغبار تراشز عالية جدا، كان في تلوث بالمواد البترولية ودي أخطر حاجة كانت طبعا بتبقى موجودة للقطن في مصر. الحاجات هنا المنظومة دي الروتوبارجين يتفادى كل هذه المشاكل. علاوة أنا عندك كان نسبة التراش مثلا في المنظومة القديمة بتوصل 4%، بمعنى أن الإنطار الواحد يبقى فيه 2 كيلو تراش. أنا عندي هنا التراش يعني 15% أيوة، يتكلم بس باللغة يعني العربية ببساطة الفاقد، نسبة الفاقد قليلة جدا جدا، وده طبعا بيبقى في فايدة شركات التصدير في فايدة المغازل والمصانع الغزل والنسيج. طيب خلينا نتعرف دلوقتي بعد التطوير منذ وصول القطن لغاية ما بيخرج كبالة عليها الباركود، إيه الخطوات اللي بيمر بيها؟ تمام حضرتك، أول مرحلة في صالة الحليج بنسميها مرحلة البيج جي اللي هي بيتم السحب من المخازن الأقطان الظهر لهذه المرحلة، عبارة عن 2 سيبريتور وفي زي تخزين بتاع يعني يكفي الحليج مثلا 5 دقائق. بعد البيج جي في حاجة اسمها الفيرتيكال دراير. الفيرتيكال دراير حضرتك لما بكون أنا شغال في أيام الشتاء منظومة الحليج دي بتحتاج نسبة رطوبة مثلا يكون من 6-7%. طبعا في ايام احنا سيزون الحليج كله بيبقى في فتره الشتاء طبعا، فبتبقى نسبه الرطوبه عاليه، فانا طبعا عشان اهيئ القطن لماكينه الحليج لازم نسبه الرطوبه العاليه انا اجففها، وفي عندي اجهزه هتركب او الجهاز راكب ان هو بيديني نسبه الرطوبه اللي موجوده في القطن بتاعي. بعد كده بتبقى في مرحله الكلينر الظهر. طب في مرحله كلينر الظهر، بعد مرحله كلينر الظهر في بريمه عرضيه بينزل عليها القطن بتغذي بريمتين، كل بريمه بتغذي 6 ماكينات حليج. بعد كده في الاوفر فلو اللي هو زايد عن حليج الماكينات بيرجع تاني ياخد الدوره بتاعته. الحليج هنا نفس فكرته، يعني كان في تخوف منها ولكن كان المنظومه دي شغاله من السبعينات. التخوف كان من ايه؟ كان في تخوف منها على القطن، ولكن بعد ما جربناها وعملنا اختبارات لجميع طب بمناسبة الاختبارات في معمل هنا المفروض اللي هو HVI في كل محلج هيبقى فيه المعمل بكل الأجهزة بتاعته. طب نعرف بقى أهمية المعمل ده، إيه اللي بيقوم بيه، إيه نوعية الاختبارات اللي بيتعرض ليها القطن في المعمل؟ حضرتك الاختبارات بتبقى طول التيلة، بتبقى الإجهاد، بيبقى الانتظامية بالنسبة للحليج، بيبقى التراشز، نسبة التراشز، بتبقى النبس، كل الحاجات دي في المعمل بتتم. بدل ما العينات دي كان في معمل واحد اللي موجود في مصر كلها في اسكندريه، في مصر كلها في واحد بس في اسكندريه. فطبعا ان انا اودي كل طبعاً العينات اسكندريه بتاع كل محلج حاليا قائم بيكون مجهز بغرفه تحكيم واختبارات القطن. مرحله بقى التحكيم واختبارات القطن دي ما قبل ولا بعد؟ يعني بناخد القطن بعد يعني بعد الباله، بعد ما بتخرج بناخد منها جزء، هي دي اللي بتروح المعمل؟ الباله في المكبس، في قطر،
في الصندوق بتاعهم. بمعنى ان اثناء كبس الباله بعد ما بتخرج الباله انا بقدر اسحب العينه بتاعتي، بياخدها التحكيم بيعمل عليها كل الاختبارات اللي هو عايزها. طب اخيرا بقى خلينا نتكلم على التطوير بالنسبه لكل المحالج، لان حضرتك مسؤول عن التطوير المحالج كلها مش هذا المحلج فقط، فناخد فكره عن التطوير في كل المحالج. احنا حضرتك بدانا في الفيوم. الفيوم كان خد وقت معانا عشان كنا بنعمل عليه تعديلات وتحسينات لغايه ما وصلنا للدرجه اللي هي تريحنا وتريح سمعه القطن المصري. بعد كده خدنا، كان في ثلاث محالج هنا، محلج الزقازيق، في محلج كفر الزيات في الغربيه، في محلج كفر الدوار في البحيره. الثلاث محالج اختبروا تماما وتم عليهم الاختبارات زي المحلج ده حاليا. دول اللي دلوقتي شغالين. دول الشغالين. طب المرحله القادمه؟ المرحله القادمه في محلجين، هيبقى في محلج في المحله. ايوه. ومحلج في دمنهور بحيره. عظيم جدا، كل الشكر مهندس سعيد سعد ابراهيم المشرف على تطوير المحالج كل هذا المجهود. شكرا، شرفتنا يا فندم. شكرا.